مبغاش يدخل ليا وصبرت حتى اليوم باش نشوف. والصراحه النتائج كانوا اغلبيه نجحوا 51% تاع النجاح، اغلبيه عاوتاني استدراكي وقليل اللي سقطوا، وانا من الناس ديال غاتخاباج وان شاء الله يكون خير في هاد 3 سيمانات اللي بقاو. جهدنا درنا فهم شي خدمنا ليكور الله يصوب باكا زار كيف كيقولوا. النتائج ديال انا غاتخاباج طيحتني فلسفه اللي كرهت كرفصاني نفس الصحاح الصراحه، وداك الشيء حطوني ناس تاعهم يعني ماشي في متناول الجميع فهمتيني. المهم انا باغي نقول لا سميش ولا صحاب الخط خباج باش نقول لهم اخدموا ما طيحوش الام. خديت على 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 9.0 شي حاجه شفتها قبل في انترنت وشي تاكدت هنايا يعني. شوف راه انت راه شوف اي حاجه طرق النص ديال القسم كامل غات خباش اكشيري نص ديال المدرسه غات خباش. لا ما بقاش داكشي زعما الطابلو وتشوف داكشي ديال الطابلو، دابا با انترنت وصلك في سميشو في لوفيس ولا تدخل المسار يطلع لك النتيجه ديالك. لا نجحت الحمد لله، توفقت وحصلت على البكالوريا، اخذيناها ب 11 ولكن كوميم راه حصلت على البكالوريا 2017 راه شي حاجه. الحمد لله ان شاء الله دابا فرحنا الوالدين وغنحتفلوا ان شاء الله مع الاصدقاء ديالنا، واللي راه طراباج راه ان شاء الله حتى هما غنتسناهم باش نحتفلوا مجموعين، والتوفيق للجميع. الحمد لله نجحنا 11-8 كاين سميتو كاين نجاح شويه، النقاط كانوا شويه ما كناش متوقعين هاد النقاط صراحه، كاين بنادم بزاف راه طراباج السقوط كان شويه ديال السقوط لاحظ داك خويا.